كما كتشوف الاخوه الباب ديال السوق راه فيه صحاب المأكولات. هنا كاين الاخ عزيز وليه كان الاخ دريس، راه عندهم اللوازم المأكولات الاقفاص ادويه. انا الاخوان كاين حتى الاخ بوشعيب هنايا عنده المأكولات، راه غني عن التعريف، عنده المأكولات ديال الحمام وديال الطيور. هادو ديالاش اخويا بوشعيب؟ هادوك كيديروا في ديال لي كوبل. هادو الاخوان كيديروا في الماء والماكله. هادي السيبيا الاخوان، هادي راها كتكون في واحد السمكه كتشبه الكالمار، سميتها السيبيا. هادي راه ماشي زبده البحر، لان بعد العشابه كيقولوا للناس راه زبده البحر. هادي راه كتكون واحد العظم كيكون في الدار ديال واحد السمكه السيبيا. مهود ها هو الاخوان صوب هنا التخيليطه. ولي هذا الحمام، هذه ديال الحمام الكريمولوع. اللهم يسر خويا بوشعيب ان شاء الله. باقي ما بانوش تكاملوا نسوا، مازال ولكن فيه مواصفات. وصل حياتك تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يسخر. نعم بانسي سميتيه. الله يسخر. شحال الثمن ديالو؟ 2500 درهم ما شاء الله. ممكن تعاود لنا الرقم ديالك خويا رضوان؟ ماشي مشكل. 011 33 21 65. اللهم يسر. وشنو عندك هنا اخر؟ زوج ديال الكاميرا هي مانيلوا. هذه الزوجه هذه هي الوستر. لا هذاك الوستر غير واحد. لا غير واحد. هذه هذيك الشيء التوار الفرديه. لا ما شاء الله. اللهم يسر خير. السلام عليكم. شنو هذا النوع اخويا؟ هذا الكوكتيل اخي، هذا الحبشي، هذا اللاتينو. هذا كالوبسيد، هذا حبشي، وهذا اللوتينو. كنشوف هذا عينيه حمر. اللهم يسر. شحال هادو؟ شحال الثمن ديالو؟ 25. هادو 20 اخي. هادو 20 العاديين الحبشيين، واللوتينو 25. 250 درهم. ممكن تعطينا الرقم ديالك باغي توصل معاك؟ شحال الرقم ديالك؟ 06 23 97. اللهم يسر. الله يسخر اخويا. عندك غير هادو ولا مازال في الدار؟ لا ما بقاش حاجه واجد. صافي ان شاء الله، لك شي واحد بغى شي حاجه راه يتصل بك. الله يسخرك اخويا. السلام عليكم خويا حمزه. وعليكم السلام ورحمه الله. مزيان شفتينا هنايا؟ راه كنصور عليك. هذا العام ولا هذا العام؟ سعاده فرح. اللهم بارك. سعاده فرح ولد العام. شو سميت قناتك؟ هذا انيق. ولد العام تبارك الله. الله يبارك. شنو عندك اخر هنايا؟ كاين هازار. كاين الهازار ها هو. خليرصا. هازار فرقة هازار. الله يبارك تبارك الله. هذا شحال الثمن ديالو؟ الثمن ديالو هذا 3000 ريال بالقفص ديالو. هذا 30000 فرنك بالقفص. هذا 300 درهم بالقفص. ساكت عاد خارج الله. هذا تا هو 300 درهم. هذا تا هو 300. ثمن مناسب والكلام. وهذا هذا البليد تبارك الله. هذا عاود ها هو هذا 250. هذا ماشي ديال ذاك النهار، هذا واحد اخر. هذا 250 تبارك الله. اللي بغى يجاوج راه واجد تا هو. هادو كوانر ومساتر بوح. هادو نسيوا هاد المايسترو. هانتوما الاخوان، ها الاناث، ها الفريخات ديال الميسترو. هانتوما هاد الكنار. كرة الكنار. كرة الكنار. الله يبارك. تبارك الله. هانتوما الاخوان، ها واحد القص. خذها ب 40. هذا البالكو هنا الطريق بقى يجيب.
شي نبيع كاين شي فرق ضمن قليل ولا والو كاينين ولكن عارف داكشي قليل تباع كاين شي حاجه في الدار لا والو مازال لا كاين شي حاجه في المتداول فاش تجيبهم ان شاء الله عاود تعطينا الرقم ديال المشاهد ان شاء الله السلام عليكم خويا بدر كي داير مزيان تفريخات فراخ قليله حبيبي مازال ما بانوش مزيان اصلا انت هذا شحال الثمن ديالو 100 درهم للواحد جبتي غير هادو ولا جبتيه لا هادو ما كاينش ما كاينش ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم يسر هذا ديال الحفاضه اللي بغى يحفظ ها هو الفريخ تبارك الله وباين الاخوه هذوك منقطين شو هذا تبارك الله اللهم بارك هذو 100 درهم الواحد وراه دابا قليله اللي بغى اللي بغى يتصل بك على الفراخ ولا بغى الرقم ديالك شحال الرقم 06 36 62 53 10 الله يسخر اخويا بدر فهم يسير السلام عليكم السلام عليكم شحال الاخ هذا الخير خويا كاينين كانوا بسيط البينو تبارك الله كاين لي زان سيبارا هذا الالبينو تبارك الله 250 250 تبارك الله ايزابيل تيبقى 150 درهم الايزابيل 150 درهم كما كتشوفوا الاخوان ها سينامو كانوا بسيط تيبقى 130 130 سينامو ولي زان سيبارابل راهم كاينين في الطفرات والالوان هذا وهذا هذا هذا انسيبارابل هذاك انسيبارابل يطلع في البيستاج بشحال هذا الثمن ديالو؟ تيبقى 150 150 اتمنى الاخوان راه اثمنة مناسبة هذا الرز في الاصفر هذا بشحال داير الرز؟ 140 وهذا الرز في الاخضر؟ تيبقى 130 تبارك الله الفواكه ما شاء الله كاين الخضر ديال اللي فيه الانسيبارابل في الاخضر كاين في البوستيل ماسكي البيستاش هو ماسكي تبارك الله مرحبا بالاخوان مرحبا الاخوان الاخوان ها هو شي حاجه جمله خلاص راه هو الالبينو بثمن مناسب 250 250 البينو ثمن مناسب ما شاء الله اللهم بارك ممكن تخلي الرقم ديالك بغيت يتواصل معاك شحال الرقم 06 77 80 73 92 مدينة فاس الله يسخر اخويا السلام عليكم الاخ وعليكم السلام شحال هاد الفريخات 30 درهم مرحبا 30 درهم مازالين صغارين هادو مازالين الفريخات تبارك الله دوك توكلهم دريسيهم توكلهم الراس عندك غير هادو لا عندي بزاف كاين بزاف تبارك الله البيروش كاين هذا النوع ديال الاوندولي ولا كاين عندي الهوغو وعندي البيروش غرون طاي وكاين البيروش افوكاي تبارك الله واللي بغى شي حاجه ممكن تخلي لنا الرقم ديالك ممكن تبان معنا معنا في القناه ان شاء الله شحال الرقم ديالك 06 06 27 88 99 20 اللهم يسر خويا هشام السلام عليكم داير سيدي مرحبا بك السيوف الله يكبر بك مرحبا بالمشاهدين ديالك الكرام اللي كيشوفوا هاد لاباج كاملين طلبوا منهم شويه يدعموك باش تستمر ان شاء الله خويا الله يكبر بك هذا السوق التاريخي سوق عريق مدينة فاس باب القيصرة معروفة الأولى عندنا مختلفة شنو عندك أخويا هشام؟ عندنا حميمة الأشكال والأنواع اللي بغا شي حميمة راه كاين شي أشكال ما جبناهم
كاين الموكي، كاين لاسيكور، كاين البيت، كاين البيت ارمون، كاين الشباب الخنزياني، السي ديالو صغار الخنزيان، اللي بغى شي حاجه نصوروا ونسيفطوا له ان شاء الله. تواصل معنا على الباج ديال خويا يوسف ولا الرقم ان شاء الله. عطينا الرقم نعطيوه لك اخويا يوسف. 06 03 03 04 04 94 38 كل ما يخص الطيور الزينه ان شاء الله. اللي بغى شي حاجه يتصل بك ان شاء الله. حتى المقاني كتجيبهم ان شاء الله. اللي يتواصل معنا عبر هذا الرقم راه غادي نتعاملوا ان شاء الله. خويا هشام يقول لهم طرف خويا يوسف الله يكبر بك. مرحبا مرحبا بالجميع. وبغى شي حاجه نصيفط له التصاور على خويا يوسف. مزيان خويا هشام. نصيفط له فيديوهات بالنسبه للمقانع عندنا داويه المقانات مزيانين داويين كاع عام ونص عامين. ما كنبغيش نحطهم في السوق ربيع السوق راك عارف. فهمتك اخويا هشام. شي حويجه نصوروها ونصيفطوا له ونتواصلوا معاه والثمن غيكون مناسب باذن الله. يلا الاخوه اللي بغى شي حاجه يتصل بخويا هشام راه عنده طويرات زوينين. الله يسخر اخويا هشام. زيت اخويا هشام الله يحفظك. الله يكبر بك خويا. اللهم يسر. الله يكبر بك. امور الخير كل شيء بالله ولا على المشاهدين. الله يحفظك. ما شاء الله يا اخوان. شوف ولا عليا المشاهدين. بسم الله. ولا عليا الخير. شي فراخ هذا المقلي ولا والو؟ الخير موجود. خص غير شي سويمينا. ويكونوا بكثره ولا شي 15 يوم كاع. دابا راه مازال يلا عاد رشوا الفريخات. واخويا هشام راه كيس. المفلايص فرير راه كاين الفراخ. بالنسبه للمناطق اللي فيها المرعى مزيانه وفيها المشرب المريكده في الماء راه فيها الفريخات. غير فاس ولا واحده باقلين. مازال لقيتها على الفريخات فاس. هانتوما الاخوان واحد الرجل طيب. واحد الرجل طيب كيكون في السوق دابا لينا الاستراحه ان شاء الله. واحد الرجل من اطيب خلق الله. ها هو الرايب تبارك الله. نشربوه. السلام عليكم اخ عثمان. هاي داير هذا مقنين. مقنين هذاك تبارك الله. هذا الفراخ ديال هذا العام. شحال الثمن ديالو هذا؟ هذاك شي 400 درهم. 400 درهم. وهذا اللي كالوبسيت. هذا اللي كالوبسيت كاين ذاك الفاست بلوديري. ها هو. ها 600. 600 درهم. بوحدو. لا جوج. مع النتوى ديالو. هي اللي زدت. وكاينين هادو جواج هادو 55 وهذيك 50. 55 وهذه اللي من هنا مع هذا الحبشي 50. كاع 50. ما شاء الله. وهذا 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 الرز هذاك غير فريخ هذا العام. هذاك الانتاج هذا العام تبارك الله. شحال الثمن ديالو ذاك الرز؟ 200 درهم. 200 درهم. اللي بغى الرقم ديالك عثمان تعطيه له. مرحبا خويا يوسف انا موجود. شحال الرقم؟ 06 69 76 22 74. 06 69 76 22 74 74. اللهم يسر. الله يسخر اخويا. لا واد الخلا هذا المهاجر. ما شاء الله. الطف طير هو هذا. سهل سهل سهل. وهذا الثمن ديالو شحال هذا؟ 80 درهم. 80 درهم. بالقفص ديالو. اللهم يسر. وديما معنا خويا البيض. ديما معنا الحمايمي البطل ديالنا. ان شاء الله يدخلنا طنطا. ان شاء الله. درتي طلقتوا شي مطلق دابا؟ اليوم راه كاين. ما شاء الله. هو البارح. طلقتوا البارح؟ تبارك الله. شنو درتوا مسافة؟ المسافة اللي درتوا؟ المسافة اللي درتوا؟ طنطان. طنطان. 830 كيلو. تبارك الله. الله يسخر لكم. كما كتشوفوا الاخوان ها هو سيدي محمد الابيض. ها الماكلة عنده ديال الحمام. التخليطة اللي بغى الميلونج ديال التخليطة مزيانة تبارك الله. شحال الثمن ديال الكيلو؟ 8 درهم الاخوان. ديال الالفاج. اللي بغاه يجي عنده السوق ولا يمشي عنده القصبة بوجلود يجي يتسلى ليه حدا مارشي ديال الحوت. يلا سيروا اجي هزها. وهذي؟ هذي عادية. هذي 7 درهم الاخوان عادية. هذي 5 درهم عادية. المساكن الدرهم 100 دراهم. 100 دراهم. 10 دراهم. 10 دراهم.
شنو هادي؟ كريكرا. كريكرا كريكرا هذا الكاردي. هذا الروز. الروز تبارك الله. 12 درهم. هذه الصوجة. الصوجة 15 درهم. هذا كري. وهذه درام. درام مفردة. هذيك طوال الصغار. الفراخ. الفراخ. هذيك تاع تاع الدجاج. كل شيء. هذيك فارينة. فارينة. فارينة جديدة ديال هذا العام. هذه الزريعة. الزريعة كحلة. الزريعة بيضاء. الزريعة بيضاء. هذا. سكاليم. سكاليم ديال القنية. ديال القنية. هذا السكاليم عادي وهذيك راه النقالة. تبارك الله. حبوب الرقيقة راه فيها. حبوب الرقيقة راه عليه. هانتوما الإخوان هذه البشنة ديال لي بيروج. شنو مخلطة؟ شنو مخلطة؟ هذاك زرع كتان. كتان. هذاك إلان. إلان. هذاك خرطال. طلع شوف انا الاخوان ها هي الزريعه ديال الكيف. هذا ميلونج ديال الطيور. ميلونج ديال الطيور. هذا الميلونج ديال الكالوبسيت. هذا الزوان. هذا الميلونج ديال الكالوبسيت وهذا الزوان. ها هو الاخوان ديما كيكون هنايا اللي بغى شي حاجه ان شاء الله يجي عنده ولا يمشي عنده للمحل ديالو بوجلود. اللهم يسر خويا محمد. شحال القفوزه محمد؟ خويا 10 شريتيهم. شحال الواحد؟ 40 درهم الواحد. مزيان اخويا الله يسخر لك. اه مزيان مزيان مقيين. اي واحد الفيتامين. شنو تقول للمشاهدين؟ مرحبا باي واحد داخل الفاس ولا خارج السوق ديال باب الكيس. مزيان اسي. جميع انواع الطيور المغرده والحيوانات الاليفه. هادي ملي جا ملي جا له باش هو سكت له هو هذاك تبارك الله الرزق معاك. هذا داير 800. عندك منهم تبارك الله بزاف؟ اه عندي هذاك وعندي هذا وعندي شي واحد خصها. اه بلا ما لكن هذا ما هذا غير شو فوندا. انا ما درتلوش الفوندا. انا اللي ما درتلوش الفوندا. عندي فوندا دابا نشري له فوندا. شوفوا هذا. شنو هذا؟ اللي بغيت تولع بهم تخلي له الرقم ديالك ولا؟ اه شحال الرقم ديالك؟ 0644 06 69 99 99 66 اللهم يسر. بابا يلا شنو ما عنديش كيلك. السلام عليكم خويا محمد. السلام عليكم. شو جبتي لنا الهزار فراخ؟ تبارك الله. شحال هاد الفراخ اخويا محمد؟ 1000 ريال. ما شاء الله. ادريسيا. تبارك الله. الله يسخر خويا. احنا الاخوان ديما مع الاخ يوسف. شوف بخير هاني مزيان.
انت جبتي لنا اليوم؟ ايوا الفندات كما العاده. الفندات هانتوما الاخوان كما وريتكم من قبل، ها الفندات عنده بالاحجام هذه راها طاليان، وصوبها القفص ديال الطاليان ديال الاينوكس، راه كيدير جميع المقاسات، اي قفص عندك بغيتي دير له الساك راه يصوبو. مرحبا. وهذا يوسف وكالة. السلام عليكم. اهلا اختي عبد القادر. ولا كنشجلو كنشجلو. راه داك اللي رنب. الله يحفظك اخي. وهذا يوسف. هذاك الشيء ديال برا هذاك الشيء وكالة. مزيانة هذه زوينة. دار في الفوليير دار في. هذه كيديروها في الجرادي. كتعمر ولا في المسرح. مزيان. شنو هي القنية؟ هادي يوسف تحشم الذبحة هادي. تحشم الذبحة هادي. ما شاء الله شحال داير الثمن ديال هاد القنية يوسف؟ هاديك جوج ب 5000 ريال. 5000 ريال أنقورة. ما شاء الله. وهاد الكحل؟ 70 درهم. 70 درهم للواحد. صغارين هادو. هادو كبار. ما شاء الله. ولا اخو يوسف منين الرقم ديال 06 45 77 53 92. اللهم يسر اخو يوسف. الله يحفظك اخي يوسف. انتم الاخوان هذه بيروش وغورمو. السلام عليكم خويا محسن. كي داير؟ مزيان. العائله بخير. كلشي بخير اخويا. الله يطول عمرك. وكنشوف هادشي خاوي اخي محسن. كلشي تبع ان شاء الله. انت هادشي؟ كلشي تبع. ايوا الله يسخر اخويا. باقي هاد الخنافس. باقيين غير هادو هما تنتباعوا حاجات وبقاو هاد. ايوا مزيان. مازال الخير في الدار؟ لا مازال الحمد لله. اللي بغا كاينه الكميه كاين. مزيان اسيدي. ولي عاوتاني عطينا الرقم ديالك باش نشوف. مرحبا اخويا. 06 06 اخويا محسن. 25 59 53 93. اللهم يسر. واللي بغى شي حاجه مرحبا ان شاء الله. هادشي الخير في المساعده. هادشي اللي كاين والله الحمد لله ان شاء الله. وهاد لي بيروش شحال هذاك كوبل؟ الاخرى 70 درهم وهذا 100 درهم. 100 درهم. وهذيك اللي من هنا هادوك 70 درهم جوج بهم. جوج بهم. هذا بوحدو 100 درهم. 100 درهم هذا. مزيان اسيدي. وهادو كنار. هادو كنار وصلني حد السيد شريت منه. الله يسخر له. هو سيدي محسن نشوفك في ساعة الخير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. دخلت تفاح. طبيعي. طبيعي. هذا السيترو. هذا بشحال الثمن ديال هاد القرعة؟ 25 درهم. وهاد الصغار هادو؟ هادي 250. والصغار كاع؟ هاديك ديال 125. لا شحال الثمن ديال هادي؟ 10 دراهم. هادي 350. الكبيرة 25 درهم. هادي 25 درهم. اللي بغى تتصل بيك وتعطيه الرقم ديالك تعطيه. شحال الرقم ديالك؟ 06 93 06 06 93 دوبل 0 جوج اصفار 28. اللهم يسر. هادو تما ديالك. السلام عليكم اخ عبد الوهاب. شحال هاد الاقفص اخويا؟ شحال هاد الاقفص اخويا عبد الوهاب؟ 40 درهم. هادو الصنع ديال يدي كتصوبو انت؟ ما شاء الله. الناس كيسولوا على الاقفص اخويا عبد الوهاب، كاين اللي ما كيجيش للسوق. اللي بغاهم تعطينا الرقم ديالك. شحال الرقم اخويا عبد الوهاب؟ 06 29 23 93 دوبل 0 جوج اصفار. اللهم يسر.
الاخوان ها ديامون جولد تبارك الله على الوان فيه ان شاء الله. وهادو الموانا ديال جابون، موانا ديال جابون. ها زعما الاخوان الصديق ديالي والرفيق ها هو تقدى حتى هو تقدى حقه من السوق، دا واحد السجينه اسيتي تبارك الله زوينه ان شاء الله. فين نديرو الفريخات؟ شحال يوسف هادي دينا؟ هادي دينا ب 80 درهم. 80 درهم مزيان اسيتي، هادي جمع فيها فريخات بلاستيكا ماشي مشكل. وا سيدي يوسف الله يسخر اخويا يوسف، الله يسخر اخويا يوسف. الاخوان اللي كيسول على لوكاليزاسيون ديال السوق راه كاينه هاد الطريق هادي كتهبط لسيدي بوجيده، وهنا الاخوان راه كاين لوطيل ديال بالي جامي جانب السوق. السوق ديالنا واعره الله يحفظك الحبيب.